خليني أبدأ مع حضرتك على اللعبة دي ظهرت إزاي؟ إيه اللي يخلي طفلي يعني يلعبها؟ إيه الإجراءات اللي اتخذت لمكافحتها كمان؟ عارفة وزارة التربية والتعليم طلعت بيان امبارح. تمام. هو أولاً لعبة كتم النفس ديت ما هياش لعبة إلكترونية، يعني هي لعبة الولاد بيلعبوها مع بعض في المدرسة أو في الفصل أو في النادي في أي حتة. يعني أنا مش عايز أخش في تفاصيلها علشان بس ما نبقاش بنتكلم عنها، بس هي باختصار إن هو بيكتم نفسه لمدة طويلة وحد تاني بيقرب منه وبيمسكه أو حاجة كده، فده بيؤدي إلى إن الطفل يعني في الأول يحصل طبعاً نقص في الأكسجين اللي بيوصل للمخ، فنقص الأكسجين ده بيسبب إعياء وبعد كده ممكن يسبب قيء، يسبب إغماء وربما يصل إلى مرحلة الوفاة. طبعاً هي إمتى ظهرت يا دكتور؟ اللعبة دي هي أنا اللعبة دي موجودة من زمان، أو فكرة إن حد يكتم نفسه لمدة طويلة لغاية ما يوصل لدرجة الإعياء ديت والولاد اللي حواليه يكونوا موجودين، دي موجودة من زمان. يعني أنا أتذكر في أواخر السبعينيات كنا أحياناً بعض الولاد الأشقية بيلعبوا اللعبة دي في المدرسة أو في الشارع أو حاجة زي كده، لكن طبعاً ما كانتش بالانتشار ده. لكن التحدي كتم النفس، وإحنا هنا بنسميه تحدي ليه؟ لأن هو اللي بيعمل الحركة ديت أو الأطفال اللي بيعملوا الحركة دي بيعايزين ينزلوها على أحد تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة علشان يبين إن هو عمل هذا التحدي ونجح فيه وقام منه في الآخر. فهي انتشرت من خلال تطبيق التيك توك اللي هو بيبقى مقاطع فيديو قصيرة، وطبعا انتشرت انتشار كبير خلال الكام يوم اللي فاتوا في مصر، رغم إن هي في العالم كله ابتدت انتشارها من أغسطس، يعني من حوالي شهرين. الانتشار الكبير برضو نتيجة وجود التيك توك، رغم إن هي بداية هو بيسموها بالإنجليزي البلاك أوت تشالنج. بلاك أوت يعني الدنيا تبقى سودة كده زي الستارة اللي هي البلاك أوت. يعني دي ابتدت في 2008 لكن ما انتشرتش الانتشار الكبير دوت نتيجة إن تطبيقات الشبكات التواصل الاجتماعي ما كانتش دي الانتشار اللي هي موجودة عليه دلوقتي. هي زي بقول لحضرتك في أغسطس انتشرت في العالم كله وأدت إلى حالات وفاة لمجموعة من الأطفال في دول كتير، يعني في اسكتلندا وفي أمريكا وبتاع. الحالات اللي أنا قدرت أحصوها في حدود 7 أو 8 حالات لأولاد توفوا بالفعل، وكلهم في سن الطفولة نتيجة إن هم لعبوا هذه اللعبة وكانوا عايزين يحطوا النتيجة بتاعتها على تطبيق التيك توك. بس مش الموضوع مش وفاة بس، في أولاد كتير جالها اضطرابات في المخ نتيجة نقص الأكسجين، مش عايز أقول إن ممكن يوصل إلى شلل دائم وما يقدروش إن هم يتعافوا منه. خليني أسأل حضرتك عن الإجراءات اللي اتخذت لمكافحة اللعبة، وهل ممكن بإجراءات أو إن أنا أطلع قرار اللعبة مثل أيبش في المدرسة اللعبة دي خطر ده كفاية، ولا لازم أعمل توعية للأولاد على الأرض؟ هي بقت يعني كبار وصغيرين مش أطفال فقط للأسف. ما هو هم كبار وصغيرين، وجزء من التوعية اللي احنا بنعمله مع حضرتك دلوقتي في اللقاء ان احنا نوعي الاهل حتى ان هم يبقوا عارفين ان في حاجة اسمها كده، لان مش كل الاهل بيبقوا يعني قادرين ان هم يتابعوا كل الحاجات اللي بتحصل. لكن وزارة التربية والتعليم اول امبارح يوم الخميس يعني وعملت توجيه لمديريات التربية والتعليم وللمدارس، وابتدوا فعلا ينزلوا المدرسين ويخشوا للطلبة في الفصول. أنا يعني أعرف كذا حالة في المدارس الابتدائية وفي الإعدادية دخلوا لهم الفصول وشرحوا لهم الموقف ده وشرحوا لهم الخطورة اللي بتحصل منه. وفي نفس الوقت برضو المركز القومي للطفولة والأمومة، مجلس القومي للطفولة والأمومة أصدر عدة بيانات وعنده الخط الساخن بتاعه اللي هو 16000، ده برضو ممكن إن هو يتلقى عليه أي حالة من الحالات. هو اسمه خط نجدة الطفل، يعني نجدة الطفل في أي حالة من الحالات اللي ممكن يتعرض فيها للخطورة. ده على الجانب، لكن على جانب تاني برضو لأن الموضوع عالمي ما هوش مرتبط مش بمصر فقط. بس أيوة. تطبيق التيك توك نفسه المتحدث الرسمي بتاع التطبيق قال ان هو دلوقتي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بقى عندهم القدره ان هم اي طفل اي حته في العالم عايز يعمل ابلود او يرفع ملف فيه هذه الممارسه هم بيشيلوها، واي طفل بيحاول يعمل بحث داخل هذا التطبيق على كلمه بلاك اوت تشالنج ان هم طبعا ما يطلعولوش نتائج بحث، وايضا يدوا له رساله تحذيريه عن خطوره هذا الامر.